محمود، رايكم شنو في مستقبل الاغنيه السودانيه؟ نبدا بك استاذ الحادي. والله انا بفتكر انه الاغنيه السودانيه بخير جدا. بس والمساله دايره تضافر جهود، وبعدين في ناس كثيرين بيتكلموا عن انه الاغنيه السودانيه يعني في عله وكده، لكن انا بفتكر انه جد لو في عله، العله في الاعلام. يعني الاعلام يوصل الاشياء الغنى كويسه وكده، لكن الاغنيه السودانيه متطوره جدا حاليا. انا متاكد انها زاكيه جدا، واتكلم كله يعني بانه عندنا غنى كثير جدا، نصوص على مستوى راقي جدا، والحان متطوره جدا، والغنى السوداني ما سهل يعني. بس يا ريت نكون نتضافر كلنا، نتضافر جهود عشان ما نوصل الاغنيه ان شاء الله. محمود، انا ما غير، لكن انا ما حكيتك مفاجاه استاذ الهادي، مش انا خطه طريقه الاداء يعني الاساس اساسي. انا فعلا بديت، انا ما مش حاطه يعني اتمنى انا بديت الحين فيها. واول لحن انا عملته كانت فتحه اللي هي صفوان، كانت من خلال مهرجان مديحة الأخير لأنا ساهور والكوثر، ولحنت قرابة 9 أعمال. خشيت في التخصص بتاع النصوص تختلف تماما. بالتأكيد هو تطور طبيعي للإبداع. أنا أتمنى إنها هي تنقل الحاجات يعني طبعا أكيد لو ما سمعوا الناس وتسمع الهادي والاساتذه يعني المتخصصين فانا يعني افتكر انه ربنا يقدرنا انه يعني نكون محوط شويه كده يعني. والغنى السوداني زي ما قال الاستاذ العالي غنى سوداني بخير يعني الحمد لله. انا بدات في شكل جديد مستمد يعني برضه يعني هذا النبع القديم ان شاء الله دائما يا محمود الى الامام. وانا بفتكر انه الاثنين تملكوا حنجره للقدره على الصعود والنزول بدون اي اجهاد او تعب، ودي يعني موهبه من الله سبحانه وتعالى يعني متعكم بها ميسك. انا بفتكر انه التشابه بيناتكم انتوا الاثنين الابداع في كل، والتميز في كل. ولو حاولنا انه احنا نتكلم عن ذكرياتكم و مواقفكم مع بعض وكيف استاذ الهادي شكل محمود، ده عمر فني قرابه كم سنه؟ عمرك كم يا محمود؟ عمرك الفني؟ الفني 27 سنه. تحت بيكون ده زياده عليه 20 سنه او 10 سنين يكون عمر محمود الاسد. احنا وصلنا لختام لقائنا الليله. انا بشكرك جدا استاذ الهادي لوجودك معانا هنا وذكرياتك اللي وقفت بها مع محمود عبد العزيز والاضافه اللي انت اضفتها لمحمود. والشكر ده طبعا بيكون موجه من كل الجمهور اللي بيحب محمود واللي هسه هو متمسك بيهم، متمسك بتميزه وابداعه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك محمود. احنا هنتواصل معك طيله ايام شهر رمضان. عندك كلام حابب تقوله استاذ الهادي؟ انا يعني اقول له يا اخي انا ما رويت لسه، يعني لسه انا عطشان، لسه طمأن طمأن شديد جدا جدا ان شاء الله. وانا متاكد يعني ولسه عندنا في مراكب كثيره فيكم يعني، في حاجات ما اسمها داري حرق المفاجات يعني. في تعاون ان شاء الله، تعاون ان شاء الله كبير جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. يبقى احنا وصلنا لختام لقائنا مع الاستاذ هادي ودي الجبل ولقائه معنا مع محمود، ولكن حنتواصل مع محمود عبد العزيز في حلقات اخرى واسئله ما زالت في الخاطر واستفسارات اخرى وجوانب حياتيه فنيه للفنان محمود عبد العزيز. وحنختم بعمل لهم هم الاثنين تويتو. حتسمعونا شنو؟ والله يا ريت نسمع السراب. من كلمات منه؟ أغنية السراب من كلمات عبد الله يقوتها. هذا خشعة الصديق عبد الله يقوتها. نعم، إذا نسمع السراب و